أما الآن فاسمحوا لي أن أرحب بالشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عضو مؤسس في مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، لإلقاء كلمتها الخاصة بهذه المناسبة، فلتتفضل مشكورة. وها نحن اليوم في الشارقة، الإمارة التي لطالما اهتمت بالإنسان ووضعته على أولوية برامجها، لإيمان حاكمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان. خطت جمعية أصدقاء مرضى السرطان خطوات واسعة، ونحن اليوم نخطو معها ومعكم جميعاً لدعم هذه المسيرة. وعندما نزرع في داخل الإنسان الأمل، نبني في المجتمع بأكمله العزيمة والتقدم والازدهار. أشكركم جميعاً على المشاركة في مسيرتي لنحيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.